في إطار ردود الأفعال الأوروبية على سياسات أردوغان في ليبيا وشرقي البحر المتوسط، لم يتوقف الأمر على مجرد التلويح بفرض عقوبات من قبل الترويكا الأوروبية وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بل كان لألمانيا أيضا واليونان دور فعال في كبح جماح تركيا، حيث قام وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بزيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا، التقى من خلالها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس داندايس، وطالب تركيا بوقف أعمالها الاستفزازية ووقف تنقيبها عن الغاز الشرقي المتوسط. وتابع ماس بحسب صحيفة دي راين فايلز الألمانية أنه يجب على أنقرة احترام القانون الدولي، وأنها إذا أرادت التقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي يجب عليها وقف استفزازاتها في البحر المتوسط. وفي المقابل فإن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس قال إن اليونان تتابع التطورات بثقة كاملة وأنها على استعداد في التعامل مع تركيا بأي سيناريو، منوها أن التحدي للحقوق السيادية ليونان وقبرص هو تحدي للحقوق السيادية لأوروبا، كما حذر تركيا أنها إذا استمرت في هذا الاتجاه فإن فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضدها سيكون هو السبيل الوحيد. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أقامت أنقرة بعقد اتفاقيتها المزعومة مع حكومة سقيرات في ترسيم حدودها البحرية ضريبة بعرض الحائط كل الدول المطلة على حوض المتوسط. ولكن هنا وبحسب محللين سياسيين فإن تركيا ستظل تنتهج سياساتها العدائية مع أقرانها وجيرانها وستجدف عكس التيار كالذي يقوم بإحاطة نفسه بالحطب إلى أن يحترق ولن يكترث له أحد. علي الفايدي، ليبيا الحدث.